تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح البري استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة لإدخال المساعدات إلى القطاع، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية. هذا وقد رصد مراسلو أكسترا نيوز في معبر رفح البري عملية استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية. نحن الآن عند معبر رفح في الاتجاه إلى غزة. الآن تتوقف السيارات استعدادا، السيارات الإسعاف الفلسطينية استعدادا لعبورها هذا الخط الفاصل ما بين الحدود المصرية والفلسطينية. كما توضح الصورة، هذا الحاجز الحديدي هو الحد الجغرافي في الحدود المصرية الفلسطينية. إذا عدنا لسيارات الإسعاف كما هي ظهر أمامنا، هي تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، وشباب طواقم الإسعاف الفلسطينية يستعدون بعد دقائق للعبور إلى الجانب المصري حيث ميناء رفح البري ومنفذ رفح، وهناك استعدادات قصوى حيث سيارات الإسعاف المصرية في حالة استعداد للتعامل مع حالات المصابين. هذه السيارات تحمل مصابون من جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة عبر الأيام الماضية. كل سيارة فلسطينية تحمل بالإضافة إلى المصاب معه مرافق قريب له من بعيد أو قريب يكون معه طوال هذه الرحلة العلاجية التي تتكفلها الدولة المصرية. بعد وصول المصابون وعبورهم هذا الحاجز البري يتم استقبالهم من الجانب المصري على الفور، ويتم معهم بقية الإجراءات الخاصة بالتقارير الطبية. هذه البوابة هي بوابة ميناء رفح من الجانب الفلسطيني، فقط هي عشرات الأمتار ثم تقطع هذه السيارة إلى الجانب المصري حيث الطواقم الطبية الآن هناك في استعداد كبير للتعامل مع الحالات والمصابون عقب وصولهم مباشرة. تفاصيل أدق عما يحدث الآن في المعبر البري، معبر رفح من الجانب المصري، سيكون الزميل كريم رجب موجود هناك ليعطينا تفاصيل أدق عما يحدث في الجانب الآخر. لا يزال اصطفاف سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة المصرية مستمر هنا داخل معبر رفح حتى يتم استقبال المصابين الفلسطينيين ونقلهم إلى المستشفيات المصرية. كما توضح الصورة، في هذه اللحظات إحدى الحالات المصابة في قطاع غزة أتت إلى هنا إلى معبر رفح البري من خلال هذه السيارات التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية. الآن يتمركز هنا تتمركز هنا إحدى الفرق التابعة لهيئة الإسعاف المصرية، وهذه الفرق والأطقم الخاصة بهيئة الإسعاف مجهزة بكافة الأجهزة والمستلزمات، وأيضا هذه الفرق مدربة على أعلى مستوى للتعامل مع مثل هذه الحالات. وزارة الصحة المصرية أعلنت قبل ذلك عن تجهيز نحو 165 سيارة إسعاف للقيام بهذه المهام، وهي تتمركز هنا في معبر رفح البري. أيضا كما توضح الصورة، هذه الحالة المصابة هي لطفل قادم من قطاع غزة ولديه كسور في الساق وأيضا في ذراعه الأيمن. هذا الطفل سيتم نقله عبر هذه السيارات الخاصة بهيئة الإسعاف المصرية، وهي سيارات مجهزة بكافة المستلزمات الطبية والأدوات التي تعين فرق الإسعاف وأيضا الأطباء المشرفين على عملية النقل إلى المستشفيات المصرية، تعينهم على القيام بمهامهم. الآن يتم استقبال هذه الحالة، وبعد ذلك سيتم وضعها في هذه السيارة التابعة لهيئة الإسعاف المصرية. أيضا هذه العملية تتم بطريقة خاصة حتى لا يكون هناك خطورة أو يتعرض المصاب القادم من الأراضي الفلسطينية لأي أضرار أو غير ذلك من هذه الأمور. الآن تستعد أو يقوم فريق الإسعاف هنا بالقيام بهذه المهمة، وسيتم وضع هذه الحالة كما توضح الصورة داخل هذه السيارة.
أيضا هذه ليست الحالة الوحيدة التي جاءت اليوم إلى أو كانت قادمة من الأراضي الفلسطينية إلى معبر رفح، ولكن خلال هذا اليوم يعني تم استقبال نحو 9 حالات مصابة بجروح وإصابات خطيرة. هذه الحالات كما أعلن أو كما أعلنت وزارة الصحة أنه سيتم يعني استقبالها في مستشفى العريش العام، وأيضا هناك مستشفيات مجهزة في مدينة الشيخ زويد، بالإضافة أيضا إلى مدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء. وهذا يعد هو الخط الأول لوزارة الصحة في استقبال الحالات القادمة من الأراضي الفلسطينية، أما الخط الثاني فهو مخصص لمستشفيات الإسماعيلية والتي يبلغ عددها نحو 3 مستشفيات، وهي أيضا مجهزة لاستقبال مثل هذه الحالات. أما الخط الثالث والأخير فالذي يتم نقل إليه الحالات الخطيرة وبالغة الخطورة والتي تحتاج إلى تدخل جراحي، وهذا الخط الثالث هو في مستشفيات القاهرة الكبرى، وهو أيضا على أتم الاستعداد لاستقبال هذه الحالات، وأيضا هذه المستشفيات مجهزة بكافة الأطقم الطبية حتى تستطيع القيام بهذه المهام. وزارة الصحة المصرية لم تكتفي بذلك، بل أعلنت أيضا أنها خصصت أو يعني أرسلت نحو 65 طنا من المستلزمات الطبية والأدوات الخاصة ب يعني متابعة الحالات الحرجة وغير ذلك من هذه الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية، حتى يتم تزويد كافة المستشفيات في الأراضي الفلسطينية بهذه الأدوات والمعدات حتى تستطيع القيام بمهامها على أكمل وجه. أيضا في هذه اللحظة أتت سيارة أخرى من الأراضي الفلسطينية عن طريق جاءت إلى هنا إلى معبر رفح البري، وسيتم أيضا نقل هذه الحالة إلى سيارات الإسعاف الخاصة أو تابعة لوزارة الصحة المصرية. كل هذه الأمور تتم هنا في معبر رفح البري وسط إجراءات احترازية ووقائية، وأيضا وسط إجراءات يعني يغلب عليها طابع التيسير في الإجراءات حتى تستطيع هذه الحالات يعني الوصول إلى المستشفيات المختلفة هنا في مصر، ومن ثم القيام بعلاج هذه المستشفيات عفوا علاج هذه الحالات على أكمل وجه. يعني خلال هذا اليوم نحو 9 حالات جاءت إلى معبر رفح البري وتم توجيهها على الفور إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المصرية. إذن هذه تفاصيل المشهد هنا وعملية نقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات، والعودة إليكم مرة أخرى في الاستوديو. إذن كان هذا الزميل كريم رجب، ومن قبله كان عوض الغنام مراسلانا من أمام معبر رفح البري في شمال سيناء.